لم تكبح الآلة الصهيونية إجرامها على الشعب الفلسطيني الأعزل، فثمانية أشهر من الحرب كانت كفيلة بأن تغير طبيعة الحياة بغزة، ليواصل الجيش الصهيوني غاراته على القطاع مستهدفا مواقع في مخيم النصيرات ودير البلح، لترتقي سيدتان ويصاب أكثر من 10 أشخاص بجروح متفاوتة في حصيلة غير نهائية، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني تعمل ليلا نهارا للبحث عن مفقودين تحت الركام وفي الطرقات. وفي اليوم العالمي للاجئين، كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن وجود أكثر من 6 ملايين لاجئ مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، 42 منهم من الضفة الغربية وقطاع غزة. منذ الحرب تقريبا نزحنا بيجي خمس مرات نزحنا من بيتنا لبيت الجيران لبيت الأقرباء للمدارس الأنروا، من مدرسة لمدرسة. لما توغل الاحتلال نزحنا إلى مواصي خان يونس، وسكننا في خيام هناك تقريبا ما يقارب 5 شهور واحنا نازحين في الخيام. ما بعد ذلك انسحب الجيش الاسرائيلي ورجعنا. لما رجعنا لقينا هذا الدمار الهائل اللي هو بيتنا وبيت اولادي كلهم. يحدث هذا في وقت اعتقلت فيه قوة الاحتلال الصهيوني 4 فلسطينيين في مناطق متفرقة من محافظة بيت لحم بالضفة الغربية، فيما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك وسط تشديدات أمنية غير مسبوقة. هذا وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد نشر تقييما ل6 هجمات كبرى شنها الاحتلال الصهيوني خلال الأشهر الأخيرة على غزة، معتبرا إياها انتهاكا متكررا لقوانين الحرب، كما شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة بهدف ضمان حقوق جميع الضحايا ومحاسبة المسؤولين.